ويلكم باك من جديد في الجزء الثالث لعملية جمع الصناديق السرية والمخفية في ليوي. هذه المرة سنقوم بالبدء من هذا التليبورت. نتجه إلى الأمام مباشرة نحو النهر. هنا علينا وضع صخرة ليظهر الصندوق. التليبورت التالي سيكون هذا. إلى اليمين ثم إلى الأمام. هنا أيضا نضع صخرة على اللوح ليظهر الصندوق. الآن عبر تليبورت الدومين نقوم بالصعود إلى الأعلى ثم نتجه إلى الأمام. هنا سينتظرنا اختبار وسيتوجب هزيمة جميع الأعداء. هنا أيضا علينا وضع صخرة حتى يكتمل العدد إلى 4. نكمل باتجاه تليبورت الجيو أركون. هنا إلى اليمين. أعتقد أن اليوي هي أكثر منطقة فيها صناديق، ما رأيكم بذلك؟ كذلك من المثير للاهتمام كم صندوقا وجدتم بعد مشاهدة هذا الفيديو؟ اكتبوا ذلك في التعليقات. الآن إلى تليبورت الجيو أركون. إلى اليسار سنجد كومة أحجار سيتوجب تحطيمها. في الطرف المقابل سنجد لوحا سيتوجب وضع صخرة عليه ثم نفجر البالونات. الآن إلى هذا التليبورت. نتجه إلى اليسار ويمكن الصعود إلى الأعلى ثم النزول.
هنا علينا تفعيل اثنين من الإليمنتال مونيمونت. مشكلة ليوي أن أغلب ألغازها لا تحل إلا بوجود الجيو ترافلر. هنا يوجد عدة أكوام من الأوراق، نقوم بالتنظيف باستخدام شخصية أنيمو. الآن نتجه إلى هذا التليبورت. وجهتنا ذلك المخيم حيث نجد صندوقا مطمورا. نكمل نحو الشجرة حيث نجد لوحا وسيتوجب وضع صخرة عليه. الآن دور مدينة ليوي عبر هذا التليبورت. نتجه إلى البنك حيث نجد داخله صندوقا سمينا. في المدينة يوجد الكثير من الصناديق لكنها ليست سرية ويمكن أن نحصل عليها بسهولة باستخدام البوصلة، حيث أن أغلبها ستكون خلف المنازل أو فوقها. الآن إلى هذا التليبورت. إلى اليمين ثم إلى الأمام سنجد جيو في تشاب صغير، وعند هزيمته للمرة الأولى سنحصل على صندوق. نعود إلى التليبورت السابق. هذه المرة إلى الأمام مباشرة. على الطرف المقابل يوجد أكوام من الحجارة، نتجه إليها. الآن نتجه نحو مخيم الهيلي تشولز. نقوم بإشعال النار ليظهر الأعداء. Is this an answer from this world?
بعدين. في البحيرة سنجد سيلي مختبئة بين الأعشاب، نتجه إليها. إلى اليمين ثم إلى الأمام، نتجه نحو الأطلال. على هذه الصخرة يوجد ضوء لماع، نقوم باللحاق به. الآن نحو الأطلال. نتجه إلى الأعلى. داخل هذا المبنى سنجد ديندرو سلايم، وعند هزيمته للمرة الأولى سنحصل على صندوق. تبقى ثلاثة صناديق. بالقرب من غرفة الكنز سنجد جيوفي شاب صغار، وعند هزيمتهم للمرة الأولى سنحصل على صندوق. داخل ذلك المبنى سنجد لوحا سيتوجب أن نضع عليه صخرة.
teleport on the road. الآن دور آخر تليبورت في لوهوا. نتجه نحو الشجرة الكبيرة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن يكون مفيدا، وإلى اللقاء في الجزء الرابع والأخير من صناديق ليوي.